خص المقابله اليوم، مقابله كانت صعيبه مع فريق الوداد البيضاوي، كنا كنطمحوا باش نفوزوا بثلاثه نقاط باش نمشيو للمرتبه الرابعه، وكره القدم هي هذه، كنا متخلفين بهدف لصفر، بقينا في المقابله جاتنا فرص الحمد لله، سجلنا هدف تعادل، كان الامكان ديالنا نسجلوا هدف ثاني. هذه كره القدم، لقاء كان جميل بين الفريقين، كتعرف نهايه الموسم كاين خصوصا فريق الدفاع الحسن كان عنده ضغط المقابلات، كيلعب اربعاء احد اول فريق مغربي منذ شهرين، اربعاء احد كتكون صعيبه شويه، والحمد لله الدفاع الحسن قدم موسم جيد، فاز بكاس العرش، دار باركور زوين في كاس الاتحاد الافريقي، خرج معهم فريق الاهلي المصري اللي معروف بالتاريخ ديالو والالقاب ديالو، ومستوى كبير في البطوله، المرتبه الخامسه مرتبه مشرفه. وكنطلب جماهير جديده يعني الموسم المقبل ان شاء الله تكون تآزر الفريق ديالها دائما في السراء والضراء. خمس سنوات قضيتها مع فريق الدفاع الحسن الجديد، يعني ما نقدرش نقول لك فريق عطاني اسم كبير داخل البطوله الوطنيه وفي المنتخب الوطني المغربي، حلمت القميص الوطني المنتخب المحلي والمنتخب الكبار، يعني كنرجع الفال ديالو في بروز اللاعب احمد شاكو، يعني كنشكر مرات البنبار، كنشكر الجماهير للمدينه للساكنه. الان الاولويه دائما لفريق الدفاع الحسن الجديد باش نجدد العقد ديالي، ولكن وفق الشروط ديالي اللي طلبتها هذاك الشيء اللي غادي نطلبه اللي غادي يكون سينو غادي نبدل الوجهه، والوجهه اللي كتعرفوها الفرق الكبرى الدار البيضاء ما غاديش نكشف عليها الان، يعني الاسبوع المقبل يكون شاكو وقع الفريق احد قطبي الدار البيضاء.